السلام عليكم وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. واشنطن تجدد عرضها لصنعاء وتتحدث عن جالاكسي ليدار. وإلى التفاصيل، جددت واشنطن عرضها برفع حركة أنصار الله في اليمن العوثيين من قائمة الإرهاب مقابل التراجع عن الهجمات التي تشنها ضد الملاحة الإسرائيلية. جاء ذلك خلال الزيارة الجديدة التي يقوم بها المبعوث الأمريكي الخاص إلى اليمن تيم ليندر كينغ إلى السعودية وسلطنة عمان. وجدد المبعوث الأمريكي في تصريحاته لأن واشنطن سترفع الحوثيين من قائمة الإرهاب إذا أوقفوا هجماتهم في البحر الأحمر، كما ستنتهي الضربات العسكرية الأمريكية والبريطانية. وصفت وكالة بلومبرغ هذه التصريحات بأنها تشير إلى أن واشنطن تعتمد على الدبلوماسية بعد حملة استمرت لنحو 3 أشهر من الغارات الجوية ضد المنشآت في اليمن، إلا أنها فشلت في إيقاف الهجمات الصاروخية والطائرات المسيرة التابعة لقوات صنعاء، رغم أن الولايات المتحدة تقول إنها تمكنت من إضعاف القدرات العسكرية للحوثيين. وردا على سؤال من وكالة بلومبرغ عما إذا كانت واشنطن تعرض على الحوثيين مقايضة لإنهاء هجماتهم على السفن مقابل إلغاء التصنيف، قال ليندر كينغ: سندرس ذلك بالتأكيد، ولكن لا نفترض أنه شيء تلقائي. ومن العاصمة العمانية مسقط، قال المبعوث الأمريكي إلى اليمن إنه أجرى محادثات مع وزير الخارجية العماني عقب إجراء مناقشات مع مسؤولين في السعودية في اليوم السابق، وأوضح أنه ناقش خطوات لضمان خفض تصعيد الحوثيين وتجديد التركيز على تأمين السلام للشعب اليمني، معتبرا أن الهجمات تقوض التقدم في عملية السلام وتعقد إيصال المساعدات الخارجية إلى اليمنيين وكذا إلى الفلسطينيين على حد تعبيره. وأضاف قائلا: يمكن أن يظهر الحوثيون حسن النية ونية خفض التصعيد إذا أفرجوا عن طاقم سفينة جالاكسي ليدر المكونة من 25 فردا والتي تم احتجازها منذ نوفمبر 2023، ويمكن أن يساعد خفض التصعيد في استئناف محادثات السلام وفقا لتيم ليندر كينغ، وهي المحادثات المجمدة منذ 7 أكتوبر حسب وكالة بلومبرغ. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، ولا تنسوا الإعجاب والتعليق على الفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.